مرحبا أيها الضابط، لقد أتينا لاستلام مقر قيادة القوات الخاصة بطلب من قيادة الأركان. سيدي الجنرال، لم أتلقى أي أمر بتسليم المقر لكم، لذا لا يمكنني ذلك. لقد سيطرنا على البلاد وعليكم تسليم المقر فورا. حسنا، أمهلني بضع دقائق. مرحبا سيدي القائد، الجنرال سامح ترزي أتى مع مجموعة من الجنود ويقول بأنهم سيطروا على البلاد وطلب مني تسليم المقر لهم، فماذا تأمرني أن أفعل؟ حسنا، اسمعني جيدا يا عمر، ما يحصل الآن هو محاولة انقلاب عسكري على السلطة الشرعية. نعم أسمعك سيدي أكمل. أتى ذلك اليوم لأجل عزة الوطن وباسم الأمة، سأعطيك مهمة يا عمر. أنا جاهز يا سيدي، روحي فداء لوطني. لا تسلمهم المقر وأنت مكلف بالدفاع عنه، هذا المكان هو شرفك، دافع عنه كما تدافع عن شرفك، وفي حال لزم الأمر أطلق النار. أمرك سيدي. ولتعلم أن نهاية مهمتك هي الشهادة يا عمر، لذا سامحني بالله عليك. وأنت سامحني أيضا. وداعا يا عمر.